وأتحول مشاهدين الآن إلى مفادة التلفزيون المصري هبة حسين من مقر انعقاد مؤتمر حكاية وطن بالعاصمة الإدارية. تفضلي هبة. نحييكم مشاهدينا الكرام من هنا من العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا المؤتمر الذي يروي حكاية الوطن. نعم، هي حكاية الوطن التي تروى من خلال جلسات وفعاليات على مدار 3 أيام بحضور وتشريف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة من كافة أطياف المجتمع المصري وسياسيه واقتصاديه وكافة طوائف المجتمع المصري الذي يتحدث عن حكاية الوطن. دائما ما تروى هذه الحكاية في الأمم والشعوب المختلفة عبر التاريخ ولأجيال قادمة. نحن نبني الجمهورية الجديدة، وإذا هي الوقفة التي نتحدث فيها عن إنجاز ما مضى والرؤية المستقبلية لما هو قادم. نعم، هي الرؤية والإنجاز، هذا هو العنوان في حكاية وطن وفي بناء الجمهورية الجديدة. من خلال الجلسة الافتتاحية التي كان فيها واضحا حجم الإنجازات والمشروعات التي تمت على مدار عدد من السنوات الماضية، 9 سنوات تحديدا، وهو فترة تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم في السنوات القادمة. تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن كافة المشروعات القومية مختلفة، قطاعات الصحة، التعليم، الحياة الكريمة، المبادرات الصحية، وأيضا كيفية تطور البنية التحتية في الداخل المصري. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب بدوره على هذا الإنجاز وتحدث مع الشعب المصري بأنه بالعمل والإصرار يستطيع دائما أن يحقق النجاح، وقال له ما معناه بأنه لا ينظر إلى تحت قدميه بل ينظر إلى المستقبل وإلى الأمام، لا يلتفت إلى الشائعات، إلى الأكاذيب المغرضة، أو إلى من يحاولون بس السموم في داخل الإنجازات التي تتم على الأرض.